الجمله الفعليه الفاعل الجمله الفعليه من ابسط انواع الجمل وتتكون من عنصرين اساسيين هما الفعل والفاعل كان نقول ركض سليم ركض فعل ماض مبني على الفتحه الظاهره في اخره سليم فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره والفاعل يدل على من قام بالفعل ويأتي مرفوعا بعد الفعل المبني للمعلوم. مثال: ذهب الطلاب، أكل الأطفال، ويكون الفاعل إما اسما ظاهرا كقولنا نام الولد، أو ضميرا متصلا، وهو الضمير المتصل بالفعل اتصالا مباشرا. مثال ذلك: مررت على الديار. نعرب الفعل مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وتعود على الفاعل أنا أو ضمير مستتلا وهو الضمير المختفي من الجملة الفعلية الظاهر في عملية الإعراب ويكون له تقدير بضمير منفصل مثل الفعل أركض يعرب على أنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا التمرين الاول ضع سطرا تحت الفعل حل فصل الخريف هبت رياح قويه ارتوت الارض تراكمت السحب في السماء دب الامل والفرحه في نفوس الفلاحين نزلت امطار غزيره خرج عمي احمد لتفقد حقله وزرعه الاجابه حل فصل الخريف هبت رياح قوية ارتوت الأرض تراكمت السحب في السماء دب الأمل والفرحة في نفوس الفلاحين نزلت أمطار غزيرة خرج عمي أحمد لتفقد حقله وزرعه التمرين الثاني أكون جملا تبدأ بفعل مستعينا بالعبارات التالية سعاد الخالة فاطمة، صاحب الضيعة، زينب وفائزة النحلة العاملة: الإجابة: سعاد ركبت سعاد سيارتها، الخالة فاطمة سافرت الخالة فاطمة لزيارة قريبها، صاحب الضيعة: حمل صاحب الضيعة صناديق الغلال إلى سوق البلدة، زينب وفائزة لعبت زينب وفائزة بالدمية. النحلة العاملة: نشيطة النحلة العاملة ودائمة الحركة. التمرين الثالث: اتأمل المشهد ثم أكون خمس جمل فعلية على الأقل وأربط بينها لأتحصل على نص. الجمل: النص: الإجابة: الجمل: يجلس أفراد العائلة على شاطئ البحر. افترشت بسط ملونة. فتحت الأم السلال. تقدم الأم الطعام للعائلة. ينظر رامي لأمه في هدوء. تطلب رانية الطعام من أمها. قضت العائلة يومًا ممتعًا. النص: يجلس أفراد العائلة على شاطئ البحر وقد افترشوا بسطًا ملونة. فتحت الام السلاله لتقدم الطعام الى عائلتها وينظر رامي لامه في هدوء منتظرا نصيبه من الاكل بينما تطلب رانيا الطعام من امها لشده تضورها من الجوع قضت العائله يوما ممتعا بين امواج البحر وصفاء السماء